سجلت مملكه البحرين ارتفاعا طفيفا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 62 حالة قائمة جديدة، منها 17 حالة لعمالة وافدة، و31 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 14 حالة قادمة من الخارج، في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم، فيما أعلنت الوزارة تعافي 24 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 343 حالة.